خلاص رجعت المتعه مره تانية اليوم الثلاث والاربع. دايما كنا بنستنى الدوري الانجليزي سبت حد، ولكن رجع بقى دوري ابطال اوروبا عشان نرجع مره تانية للمتعه الكرويه. خلينا نبدا مع بعض كده بنتائج امبارح من الجوله الاولى لدور المجموعات لدوري ابطال اوروبا، ونبدا من مباراه نابولي وليفربول ضمن منافسات المجموعه الخامسه. ليفربول بطل النسخه اللي فاتت من دوري ابطال اوروبا ما ظهرش بالمستوى المطلوب في اولى مبارياته بالنسخه الحاليه، وخسر بهدفين مقابل لا شيء. يمكن يورجن كلوب بدا المباراه بتحفظ كبير جدا ولعب بثلاثي خط وسط عندهم الطابع الدفاعي اكتر، يعني زي مثلا ميلنر فابينو او هندرسون، الثلاثه شويه عندهم الطابع الدفاعي اكبر، ولكن البدايه الدفاعيه لليفربول ويورجن كلوب قابلها الناحيه الثانيه هجوم ضاغط من فريق نابولي مدربهم المخضرم انشيلوتي اللي بدا فعلا بدايه هجوميه بالرباعي الهجومي، كاليخون من ناحيه اليمين وانسيني من ناحيه الشمال، ضمهم اثنين مهاجمين مارتينيز ولوزانو. بالفعل كانت اول 20 دقيقه كان في سيطره واضحه جدا لنابولي، وكان في ضياع لفرص محققه لتسجيل الاهداف، وشفنا امبارح تالق كبير جدا من حارس مرمى ليفربول ادريان، ونجم المباراه الاول رغم هزيمه ليفربول امبارح، ولكن كان هو واحد من نجوم المباراه. افتتح نابولي التسجيل مبكرا، وده بعد ما قدر ليفربول يستعيد زمام الامور ويرجع مره تانية للمباراه ويهدد مرمى نابولي في اكثر من مناسبه، لكن نجمنا محمد صلاح قدم شوط اول جيد وكان ممكن فعلا يسجل لولا تالق العملاق كوليبالي مدافع نابولي، وواحد كمان كان من نجوم المباراه في الشوط الثاني. لم يختلف الوضع بشكل كبير جدا، ولكن بدا نابولي ضاغط وفعلا قدر انه يهدد مرمى ليفربول كتير مع نزول فاينالدوم، سيطر ليفربول شويه على المباراه، وكان في فرصه خطيره كانت في الدقيقه اعتقد 55 لولا تعاون فيها مانيه بشكل مطلوب مع محمد صلاح كان الوضع اختلف تماما، وكان من الممكن فعلا انها تغير الكره دي نتيجه المباراه. لكن لسه خلونا نتكلم بمنتهى الامانه، في مشكله باينه بين صلاح ومانيه، ممكن ما كانتش ظاهره قوي للمشاهد العادي، ولكن لعيبه الكره اللي بتلاحظ الحاجات دي في الملعب اكيد شافت ده بشكل واضح جدا. يمكن انشيلوتي كمان ما كانش موفق شويه في التغييرات، بالتحديد في تغيير انسيني اللي كان عامل ازعاج كبير جدا لدفاع ليفربول امبارح، لكن في دقيقه 80 كاليخون خلاص عمل كره كده وقدر يضحك زي ما بيقولوا بلغه الكره على روبرتسون في ضربه جزاء، يعني وقدر ان هو يحصل على ضربه جزاء تصدى لها مارتينيز واحرز الهدف الاول لنابولي. في الدقيقه الثانيه من الوقت الضايع اضاف كمان ان لوريانتي الهدف الثاني لنابولي وهدف تاكيد الفوز والثلاث نقاط الاغلى لنابولي في نفس المجموعه كمان. يعني اعتقد البدايه بتاعه ليفربول مع نابولي كانت هي نفس البدايه، وده اللي قاله انشيلوتي يورجن كلوب، قال له انت كده ممكن يعني تكسب التشامبيونز ليج السنه دي بهزار، يعني اعتقد يعني هي نفس البدايه، ولكن المباراة في الأنفيلد هتختلف بشكل كبير جدا. ليفربول هيعيد حساباته بشكل كبير جدا مع يورجن كلوب. يمكن يعني لما تبدأ كده بداية زي ما بيقولوا تفوقك، يعني خلينا نقول ان هي اعتقد ان نادي ليفربول بعد البداية امام نابولي فاق.